عندي هذا الفريم A، حكينا عندي هون فريم B وهي فريم A، وفي عندي هون translation و rotation. عندي هون هذا فيكتور بيمثل الترانسليشن اللي هو T D or بالنسبة لA، وهو مزبوط X Y و Z، بس احنا فكرنا فيه كأنه فيكتور، كأني بحكي عن هذا فيكتور، واتجاهه مهم لأنه زي اللي سأله السؤال اللي سأله مراد قبل شوي، لو أنا بدي أطلع B بالنسبة لA هيك بكون اتجاه الفيكتور، بس لو طلع A بالنسبة لB رح يصير معكوس الفيكتور، أوكي؟ وبعدين يجينا قلنا عملنا روتيشن لفريم B بالنسبة لفريم A، وعملنا ترانسليشن لفريم B للأوريجن تبع فريم B بالنسبة لفريم A، فصار عندي عمليتين، ومثلنا هاي المعادلة حاولنا نحطها بأوضح ما يمكن. جينا حطينا قلنا P بالنسبة لA، يعني بدي أطلع أنا لو بدي أطلع الفكتور، في عندي فكتور B بدلالة B، بدي أطلع هذا الفكتور بدلالة A، بيساوي روتيشن B بالنسبة لA مضروبة في الفكتور بالنسبة لB، هي إحداثياته بالنسبة لB، لكن في كمان إزاحة، الإزاحة هاي اللي هي PB أورج بالنسبة لA، هذا كولوم فكتور وهذا كولوم فكتور، فلازم يكون هذا كمان نتيجته كولوم فيكتور، هو فعلا كولوم فيكتور، بس ايش معمول عليه؟ في اوبريشن انا اعمل عليه روتيشن. هاي ايش احداثياتها؟ 3 ب 1، وهاي رح تطلع 3 ب 1، وهي 3 ب 3 مش مزبوط، وهي 3 ب 1، فهذه 3 باي 1، هذه 3 باي 3 ضربناها ب 3 باي 1، وهذه 3 باي 1، وراح يطلع النتيجه معي هون فيكتور 3 باي 1. هل في طريقه اقدر احطها هاي كماتريكس واحده؟ نسميها تي. يعني السؤال هل بقدر اطلع بتي بي بالنسبه ل A اضربها في تي دي يساوي عندي تي A؟ نعم، استخدم الماتريكس والجينياس ميثود بحيث انه في بي بالنسبه ل A اوريجن خليها عمود رابع الماتريكس اورينتيشن، بروح حط رو اخير 0 0 1. تمام، كيف تعرف هذا؟ انت ماخذه قبل هاي الماده؟ لا وين؟ طلعت عن تمام. شوفوا شو بنعمل، بنعمل تريك. هلا انا كانه صار عندي مجموعه معلومه اضافيه، فال3 باي 3 ما راح تكفيني، فالطريقه راح نحملها راح نحول هذه هون 4 باي 4، بس انا الفيكتور هون عندي 3 ب 1 مضبوط، وهذا الفيكتور 3 ب 1، فحتى احل المشكله هاي بدخل دامي رو هون ودامي رو هون، فبتصير هذه 4 في 1 وهي 4 في 1. لحد الان احنا مش عارفين شو بدنا نعمل هون هلا، بس كبدايه هل هاي مقبوله؟ لو قدرنا نعمل شيء زي هيك هل هاي صحيحه؟ هل الدايمنشنز على فكره صحيحه؟ اه 4 في 1 4 في 1 4 بضربهم 4 مرات بيطلع معي هاي اللي موجوده هون. هلا اللي راح نعمله راح نطلع تي بتساوي التالي. راح نعمل اوجمنتنج للماتريكس وراح ادخل كاني زي دامي دامي رو. الدامي رو راح اسميه 0 0 0 1، كأنه في شيء ما بيتغير هون، كأني حطيت دايمنشن رابع، إذا بدك تفكر فيه، كأنه حطينا دايمنشن رابع من هون. هل هاي الماتريكس تيجي هون؟ Does it fit؟ توسع هون؟ توسع، 3 ب 3، مضبوط؟ وإيش تتوقعوا بنحط هون؟ فهاي لو اجيت حللتها الان هلا هاي راح تصير تي. هلا ما استعملت ار، شو استعملت؟ تي. او بدك تستعمل استعمل تي ار اذا بدك ترانسفورميشن تي ار. في الروبوتكس تول بوكس بستعمل تي سب ار، تي ار بستعمل تي ار، تي ار ترانسفورميشن. هاي اسمها هوموجينيوس ترانسفورميشن. انا الحقيقه ما بعرف ليش بسموه هوموجينيوس. ايش هوموجينيوس يعني؟ متجانس. بعرفش ليش اسمها متجانس هاي، ممكن حد يعمل عليها. هلا ممكن نرفضها هوموجينيوس او هوموجينيوس، نفس هذا. واحيانا اظن بحطوا اي هون. هاي صارت هوموجينيوس ترانسفورميشن. شو ريحتني هاي؟ حطت كل شيء، ركبته كله، حطته ورتبته في ماتريكس واحده. شو كنا نعمل احنا بالاول؟ لو عندي ار سي بالنسبه لاي، ايش كنت اعمل؟ ار سي بالنسبه لاي بتساوي ار اي بالنسبه لبي في ار بي بالنسبه لسي، مضبوط؟ مش هيك كنا نعمل؟ لو عندي انا روتيشن لو عندي روتيشن
C بالنسبة ل B وروتيشن B بالنسبة ل A، كنت أقدر أطلع C بالنسبة ل A مباشرة إني أضرب ماتريسيز. نفس الإشي الآن صار بقدر أعمل نفس الشيء. فلو عندي T بالنسبة ل C بالنسبة ل A فأقدر أضرب تنتين منهم. خلينا نتأكد إنه هاي صحيحة. شو بتطلع هذه معي لو ضربتها من هون هلا؟ إذا إحنا عم نحكي من هاي الماتريكس عمالنا نقول إنه P بالنسبة ل A، لكن هاي P بالنسبة ل A راح نعملها augmentation. شو عملت أنا هون؟ ضفت لها دمي فاريبل هون واحد ما بيأثر علي. أنا ضفت رو رابع، شو صار هذا الفيكتور 4 by 1؟ بس هو الفيكتور الأصلي اللي أنا بدي إياه وين موجود؟ 3. بدها تساوي هلا هذه، أو خليني أكتبها هون P بالنسبة ل A تساوي هاي P بالنسبة ل B. هلا شو بتصير هاي لما بدي اعملها اكسبانشن؟ P بالنسبة لA شو بتساوي؟ بتساوي هاي مضروبة في هذول. شو بتصير؟ بتصير P بالنسبة لA بتساوي R B بالنسبة لA مضروبة في P بالنسبة لB زائد هذا في ايش مضروب؟ في واحد. والمعادلة التالية ايش بتكون؟ واحد شو بتساوي؟ 0 0 0 مضروب 1 في 1. 1 بتساوي 1 ملهاش، ما في لها معلومات، فيش معلومات اضافيه فيها. فشو المعادله الاساسيه اللي طلعت معنا من هون؟ رجعت نفس المعادله اللي احنا بدنا اياها، كانها 2 باي 2 او يعني كومبلكس. طب شو استفدنا من هاي؟ ليش ما خليناها بالفورم الاصلي؟ ليش ما خليناها بهذا الفورم؟ شو استفدنا من هاي؟ جمعناها عمليه. ليش؟ ليش جمعناهم؟ شو استفدنا من تجميعهم؟ ليش غلبنا حالنا وجمعناهم؟ مين أس... نعم عشان اعبر عن الكسر. تمام. ليش هاي بتصير سهله زي هاي. هلا الان لو بدي اعمل، انا اعطيك مجموعه فريمز، يعني لو عندي فريم هون وهذا الفريم ترانسليتد روتيتد بالنسبه لهذا الفريم، وهذا الفريم ترانسليتد روتيتد بالنسبه لهذا الفريم، وهذا الفريم ترانسليتد روتيتد بالنسبه لهذا الفريم، وضليت امشي الى ما لا نهايه. لو جيت حطيت الان فيكتور هون وبدي اطلع هذا الفيكتور بالنسبه للفريم الاولاني من هناك، شو بكون؟ نفترض هذا مثلا اكس، او بلاش اكس، نفترض هذا مثلا اي، وهذا دي، وهذا سي، وهذا بي، وهذا اي، ونحط الكيرلي براكتس حواليهم. ايش اللي احتاجه الان حتى اطلع اي فيكتور من هون بدلاله ايه؟ خلص بدي اطلع تي اوف اي بالنسبه ل دي، في دي بالنسبه ل سي، في سي بالنسبه ل بي، في بي بالنسبه ل ايه. وهدول بقى ايش بضربهم؟ بضربهم في بي بالنسبه لمين؟ اي. بيطلع معي بي بالنسبه ل ايه. كل اللي بدي كل واحده من هدول. هذا اسهل بكثير، مش هاي ضربها اسهل بكثير؟ لو بدك تطلع المعادلات هذول بتصير معقدة جدا، لأنه بصير ينضرب كل واحد من هذول. لو بدي هاي المعادلة، لو بدك تاخذ هاي المعادلة وأنت مانيولي تحولها بتطلع معادلة معقدة بين هذول الفريمز كلهم. بس أنا شو عملت الآن؟ على فكرة هاي بتشبه إيش اللي سألتوني عنها المرة وحكيت لكم تشين رول، تذكرين تشين رول؟ نفس فكرة التشين رول. أنا عم بطلع واحد بالنسبة للثاني، هذا اللي بهمني. أنا ما بهمني هون أعرف غير إيش علاقة إي في دي؟ شو الترانزليشن بين إي ودي؟ بس هذا كمان ممكن مش ترانسفورميشن، ايش كمان يكون؟ ممكن يعبر لي عن ايش؟ يعبر لي عن الاورينتيشن تبعت اي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاي، والترانسليشن بين اي واي، مين اللي بعبر عنه؟ هاي الماتريكس، مش هون بيطلع معي 4 باي 4 ماتريكس في النهايه؟ هاي 4 باي 4 ماتريكس شو بتساوي؟ بتساوي تي اوف اي بالنسبه ل اي. شو بتمثل هاي؟ تو انتربريتيشنز. ايش هم التو انتربريتيشنز؟ يا اما هاي بتحكي لي شو الاورينتيشن والترانسليشن اوف اي بالنسبه ل ايه، او بستعملها كتول عشان اعمل احول الاحداثيات تبعت فيكتور موجود بالنسبه لاي الى فيكتور بالنسبه ل اوكي.